سمحت لي يا استاذ شكري. كمان استاذ اشرف منى معانا على التليفون على الجانب الاخر، ارجوك ابقى معنا على الهاتف. استاذ اشرف مساء الخير. مساء الخير الاستاذه والاعلاميه الكبيره ايمان عز. اشكرك يا فندم، اهلا وسهلا بيكم، منورنا في 90 دقيقه والبيت بيتك بقى. لكن انا عايزه اقول الموضوع اللي حضرتك اثرته من خلال المقال الحقيقه بالغ الاهميه، يمس الامن القومي بشكل مباشر. زي ما استاذ شكري تفضل وقال انه من حق المصريين ان هم يتابعوا نشاط السيد الرئيس من اي نافذه اعلاميه يرتقوها مناسبه ليهم، مساله مش اختيار يا فندم، خاصه في المرحله اللي احنا فيها، حتى لا نتهم بالتجاهل. لكن على جانب اخر برضو اتاحه الموضوع في ايد مين؟ احنا يمكن حاولنا نتواصل مع استاذ خالد مهنا في رئيس قطاع الاخبار، بس يعني يبدو انه مش قادرين نوصل له. لكن اعتقد انه كمان استاذ شكري كمان بياكد هذا الكلام. فحضرتك تقييمك ايه للوضع النهارده؟ يعني نتوجه لمين او نتكلم مع مين في سبيل الحل وليس اثاره الازمه فقط؟ المعني بهذا الامر يا فندم هو رئيس مجلس الوزراء. تمام. هو المعني باتخاذ قرار باعفاء القنوات المصريه من هذا هذه المبالغ، لانها مبالغ غير منطقيه. النهارده المواطن العادي حضرتك لما بيتفرج على التلفزيون هو لا يعلم تفاصيل ان دي قنوات لازم تدفع فلوس عشان كده ما بتقدمش نشاط السيد الرئيس. تمام. هو فاكر ان في تجاهل، خاصه ان احنا طبعا جميع القنوات دي بتبقى اصلا يعني معظمها مملوك لرجال اعمال، فقد يفهم الامر ان وكان رجال الاعمال يتجاهلوا نشاط الرئيس. طبعا. وده غير صحيح للاسف. احنا بالعكس المحور هنا حريصين حرص شديد على 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 كل نشاط الرئيس، فازاي احنا نبقى مش ما نقدرش برضو يعني ما نقدرش على القدره الا ربنا يعني. صحيح. ما ينفعش ان الناس كل فيد يطلع عايز منك 1000 دولار، 1000 دولار لو باللوجو و3000 جنيه 3000 دولار من غير اللوجو كلين فيد يعني. ايوه. ده طبعا امر بيخلي الناس تقدر مره اثنين ثلاثه وبعدين ما تقدرش. وبعدين ايه ده حضرتك لو اخذنا الصبح في برنامج مثلا كلمه من الرئيس او كلمه نشاط الرئيس او ايا كان الحدث وزعناها تاني 1000 دولار تاني في كل خدمه اخباريه. يا فندم بندفع 1000 دولار في 1000 دولار في 1000 دولار. طبعا ده كلام غير منطقي، مين هيقدر يدفع الدولارات دي كلها؟ وبعدين انت بتبيع نشاط الرئيس ليه؟ انت بتحتكر هذا النشاط بصفتك ايه؟ سؤال حضرتك موجه لمين يا فندم؟ سؤالي موجه لمسفيرو وسؤالي موجه للسيد رئيس مجلس الوزراء. على اساس ايه بيتم التسعيره دي؟ على اساس ايه؟ وبعدين ده نشاط الرئيس، انا بقولكش انا هذيع ماتش كوره زي ما حضرتك تفضلتي او حفله فن او بتاع، انا بذيع نشاط رئيس الجمهوريه. تمام. اللي هو احنا اعتدنا ان نشاط رئيس الجمهوريه يكون موجود على جميع القنوات، انا المفروض افتح القنوات كلها الاقي رئيس الجمهوريه. لا يجب ان رئيس الجمهوريه يتم التعتيم على نشاطه اللي هو نشاط مهم لمجرد ان في فئه بتدفع لمسبيرو لان مسبيرو عنده مشاكل ماديه. هذا امر غير منطقي، احنا مش جايين ندفع ضريبه مشاكل مسبيرو. احنا عندنا رئيس جمهوريه وعندنا نشاط كبير لازم الناس كلها كاعلام كل الجمهور المصري والراي العام المصري يستنير بما يحدث، اللي مش ممكن ان انت تخبيه عشان تحاول تكسب من حاجه زي كده. انا عايز الموضوع ده يعني يؤخذ ماخذ الجد ضروري يا فندم، معناه خطير للغايه ان كل نشاط للسيد الرئيس مش موجود غير على التلفزيون المصري بس. رساله سلبيه الحقيقه الى الجميع. يعني الرساله واضحه ان في ناس زي ما حضرتك تفضلتي برضه متابعه قنوات ثانيه بحكم ان مسيره بقى له فتره بيتاخر في نسبه المشاهده بتاعته لاسباب كثيره احنا يعني نعلم بعضها وبعض لا نعلمه، لكن في النهايه احنا كده الرئيس نشاطه بيدفع ثمن التراجع اللي حاصل في جماهيريه مسيره. طب في قنوات تانية الناس متابعاها وعايشه معاها ومرتبطه بيها، طب انت كاعلام بقى دوله حط الرئيس وشيل وسيبك من حكايه الفلوس دي، ان مش هي دي اللي هتكسبك يعني، دي حاجه واجب قومي ويجب ان مسيره يتخذ اجراء حاسم في ده. واعتقد ان لازم السيد رئيس مجلس الوزراء يتدخل في اعفاء واسقاط هذه المبالغ حتى تجد رئيس الجمهوريه باذن الله يعني في جميع القنوات وفي كل نشاط ليه يجد، واحنا ما عندناش مانع ان التلفزيون المصري هو اللي يبقى بيغطيه او هو اللي بيتابع الحدث وهو اللي بيصور، لكن ادينا فيد عشان احنا كمان نذيع فالناس تعرف، اللي متابع ده يعرف واللي متابع قناه دي يعرف وهكذا فينتشر الامر.
نعم، ده احنا رأيي يمكن يعني. من خلال مقال حضرتك ومن خلال 90 دقيقة وضيوف الكرام وكمان استاذ شكري ابو عميرة وعد ان هو هينضم وهيضم صوته لصوتنا، وان احنا هنتكلم في محاولة يعني ان احنا نفهم بعض وتصحيح هذه الرؤية، لانه نشاط الرئيس من حق الجميع. تمام ده امن قومي. استاذ اشرف اشكرك على هذه المقالة الحقيقة اللي تحمل في جوهرها يعني العديد من الجوانب التي فعلا تمس الأمن القومي بشكل مباشر، وأشكرك على إثارة هذا الموضوع. ويعني يا ريت برضو نتواصل مع أستاذ خالد مهنا، أستاذ صفاء حجازي كمان رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون يعني الإعلامية القديرة، ليها باع وليها تاريخ في اتحاد الإذاعة والتلفزيون وفي الإعلام. نتمنى أن هي تتعاون معنا في هذا الأمر من أجل الجميع، إحنا كقناة المحور وغيرنا وكل المصريين للناس فيما يعشقون مذاهب، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. كل الناس كل واحد بيحب ان يتفرج على القناة اللي بتراقبه، ولكن نشاط السيد الرئيس لابد ان هو يكون للجميع في نفس الوقت بنفس الدقة بنفس المهنية. وعشان اضمن الدقة والمهنية وعدم التحريف، انه المصدر بالنسبة لي ماسبيرو اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ويكون الحق ده مكفول للجميع.